تضارب الأنباء حول تعديل وزاري يشمل 11 وزير قبل بيان الحكومة أمام مجلس النواب. ووزارة الأوقاف توقف 3 مسؤولين بتهمة الانتماء لجماعة محظورة وتبني أفكار تضر بالأمن القومي. وإحالة 9 قيادات بالصحة للمحاكمة التأديبية بسبب محلول معالجة الجفاف الفاسد. ومصر تفوز بتنظيم مونديال الشباب لكرة السلة 2017 على حساب إسرائيل. والحبس 3 سنوات لتيمور السبكي في واقعة إهانة سيدات مصر. وتعليم بورسعيد يستعين ب5 مدارس خاصة بديلة عن مدرسة حكومية في زيارة وزير التربية والتعليم للمحافظة.